حلقتنا الأخيرة لليوم رح نحكي فيها عن التسميات الجغرافية لمحافظة من المحافظات السورية، وخلونا نرحب بالمهندسة رانيا شمسين ماجستير بالعلوم السكانية. أهلا وسهلا فيك. اليوم اخترنا تسمية جغرافية لمحافظة طرطوس. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. وسهلا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن أصول أسماء المحافظات والقرى، يعني قبل ما نحكي عن تسميات محافظة طرطوس، من وين تجي؟ يعني كلياتنا يمكن نخطر ببالنا انه هي الاسماء من وين بتجي لما تسميات المحافظات؟ في قرى اسماء جدا غريبة، في إذا قصص وحكاية اكيد. إذا بنعمل مسح على تسميات المناطق الجغرافية بنلاقي تقريبا نسبة 80% هي تسميات عربية، والباقي هو تسميات ذات أصول لغوية قديمة كالآرامية، السريانية، الآشورية، الكنعانية، اللاتينية، اليونانية، الرومانية. طبعا من هالمجموعة هي الأكثر تكرارا أو الموجودة أكثر هي التسميات الآرامية. طبعا أنا ذكرت هالنسبة التسميات العربية 80%، لكن قد تكثر في منطقة وتقل في منطقة أخرى طبعا لطبيعة المكان وتاريخه وقدم الموقع. بالنسبة للتسميات الجغرافية بمحافظة طرطوس، الحقيقة هي المحافظة كمساحة هي من أصغر المحافظات، ولكن بالرغم من ذلك في تنوع كتير حلو بتسمياتها، وهذا الشيء ما هو غريب كونه المنطقة طبيعة خلابة، عنا بحر، سهل، جبل، حضارات متعاقبة كانت على المكان. قد نبدأ بالمدينة، مدينة طرطوس. التسمية أصلها هي أنترادوس، وتعني سميت بذلك لأنها تقابل أرادوس والتي يقصد بها جزيرة أرواد. أرواد هي كانت مركز مملكة فينيقية حكمت الساحل المجاور لها فترة طويلة من الزمن. وإذا بنحكي عن أرواد، أرواد أيام الفينيقيين كانت تسمى أرفاد وتعني الملجأ، وفي زمن اليونانيين أرادوس، والرومان أيضا أطلق عليها مرفأ الأرجوان. ممكن أيضا تسميات أخرى، بانياس يلي هي أيضا مرفأ ومدينة ساحلية جميلة ازدهرت وتطورت، هي مدينة عريقة أيام اليونان وأيام الرومان، وعرفت ببلانيا ثم بولونياس والتي تعني الحمامات. طبعا مع الزمن يتغير الاسم حتى أصبحت على ما هي عليه بانياس. لفظا حتى بتلاقي هو بيتم أصله بس لفظا تماما مع تكرار الحضارات، يعني تماما ومع تكرار الأيام، وبياخذ حتى فينا نقول سمة عربية قريبة من لغتنا العربية. ممكن نحكي عن دريكيش، أيضا هي مدينة ضمن المحافظة جميلة إلى ميزات سياحية. اسمها تماما الحرف باللغة اللاتينية، إذا استبدلنا حرف الدال بالبداية بحرف التاء تعني الكهوف الثلاثة. دريكيش صافيتا، صافيتا أيضا أصل التسمية السريانية وتعني صفاء الحياة. هي بالنسبة إذا نقول على مدن المحافظة، وإذا نحكي بشكل أكثر عن القرى، في كثير لها مدلولات، مثلا تسميات قرى ومزارع لها مدلول مرتبط بالمياه، وهذا الشيء ما هو مستغرب، المياه هو عصب الحياة وشيء طبيعي تكون كثير من التسميات على مستوى سوريا مرتبطة بالمياه، مثل على سبيل المثال بيت المروية نسبة لوفرة الينابيع، بيت المسيل، وادي البركة، وغالبا بيكون في سبب، يعني مثلا بركة مياه قديمة سميت القرية بهذا الاسم. عندنا كم هائل من القرى التي تبدأ بعين، ولا سيما في محافظتي اللاذقية وطرطوس. لوفرة المياه طبعا، لوفرة المياه، وغالبا في هالمناطق الجبلية المياه تخرج بشكل طبيعي على شكل عيون وينابيع، لهيك بنلاقي ندرة تسميات بئر وجب، لا حاجة لحفر الآبار، المياه كل منطقة يوجد عين. وغالبا أيضا بتكون عين هو الجزء الأول من التسمية، الجزء الثاني هو صفة اسم، مثل عين الصحن على سبيل المثال، كون عين الماء كانت ضمن حفرة صخرية تشبه الصحن سماها الأهالي بهذا الاسم. عنا عين الجوز، عين الريحانة، وهون نشوف أيضا التسمية أيضا كمان مرتبطة بالنباتات والمزروعات. غالبا بيكون مثلا أشجار الجوز كانت منتشرة، أشجار أو نباتات الريحان. طبعا قائمة التسميات اللي هي مرتبطة بالنباتات كثيرة، مثل دلبة، دردارة بسبب وفرة مثلا أشجار شجر الدردار، زويتينة، وهي شيء طبيعي، وحتى التسمية المرتبطة بالزيتون إلى أكثر من شكل على مستوى سوريا، أم الزيتون، الزيتون، زويتينة، زينة تماما يلي مرتبطة بزراعة الزيتون واستخراج الزيت.
عندنا مثلا ممكن نذكر القطلب، ظهر الديس بسبب نبات الديس الشوكي اللي كان موجود بالمنطقة. نعم ست رانيا، يعني اليوم نحن هيك عم نضوي بفقرة كتير حلوة على جمال وغنى سوريا، واخترنا اليوم منطقة ساحلية جميلة، يعني بخضارة، بمياهة، بموقعها ايضا الجغرافي. اليوم قديش مهم انه نحن كسوريين نعرف عن المعاني، نعرف نحن وين ساكنين، ليش سموها هيك، ليش هي الاسامي اطلقت على بعض القرى، على بعض الارياف، على بعض المدن التابعه الى طرطوس والنسبه لها. واكيد هلا يمكن العوامل البيئيه والمناخ اكيد هلا تغير، يمكن عين شغله ما بقى فيها مي. تماما، التسميه بقيت ولكن المعلم تماماً اختفى 100%. خلينا نحكي يمكن عن هي الدراسات اللي نحن يمكن ضمن اختصاص حضرتك دائما مواكبه تطورات المناخيه تماماً. مواكبه يمكن التسميات والمعالم ايضا الجغرافيه. كتير حلو نعرف أصل تسمية المكان، وحلو نعرف تاريخ وجغرافية المكان بأي شيء. يعني على سبيل المثال نحن بدمشق من جمع القلعة، قلعة دمشق، نعرف إيمت بنيت، إيمت كذا، معلومة حلوة وفخر لإلنا التاريخ في أي مكان يوجد هناك بقعة تاريخية أثرية عريقة. إذا بنرجع تسميات المحافظة مثل ما ذكرتي حضرتك، احيانا التسميه لها سبب ولكن هالسبب بيزول. عين دير بيكون بقايا دير، بقايا منه شيء بسيط ولكن يسمى مثلا دير الحجر او يبقى التسميه. يعني كان في اسماء مثلا حسب حادثه منطقه تماما، في حكاية حتى بين هيك هي القصص. فينا نقول القرى جميله جدا مزروعه بالذاكره. مزبوط، وحتى في احيانا تسميات اتخذت من الموقع الجغرافي وما زال يعني موجود، مثل عنا بالمحافظه جارة الوادي، عندنا مثلا العلية بتكون القرية هي مرتفعة عن ما حولها. شو الاسم الغريب ممكن تحكي عنه بمحافظة طرطوس ملفت؟ يعني في نحن بنسمع عبر نشرات الأخبار صرنا نسمع بأسماء جدا غريبة وقرى ما كنا نسمع عنها قبل التسميات، شو اللي ملفت ممكن تحكي لنا عنه؟ ممكن اسم قرية أو إلى حكاية أو تماما سردة. أنا ممكن خاصة أحكي عن تسميات ملفتة أو لا نشاهدها إلا بهالمحافظة. مثلا في عنا قرى تبدأ بظهر مثل ظهر صفرة على سبيل المثال، ظهر الديس، هي يقصد بالظهر هو المرتفع الجبلي أو مصطبة الساحلية. عنا قرى الوطا هي نتيجة انخفاضة. جارة الوادي قرية أنا بحس تسميتها، مجدلون البحر، الروضة، وادي الماس، عين الذهب. هي الحياة بطرطوس التسميات جميلة أكثر ما أنها ممكن تكون غريبة، بالعكس هي مرتبطة بالطبيعة، بالآثار، بالمياه، بالتضاريس، بالموقع الجغرافي. في تسميات نحن بنسميها إلى مدلول بشري اجتماعي تنسب إلى أشخاص. صحيح. مثل مثلا هي بلدة ساحلية الحميدية، وهنا أيضا الحميدية هي متكررة على مستوى سوريا. عندنا الشيخ سعد بطرطوس هي نسبة للشيخ سعد الذي حارب الصليبيين ولها فيها ضريح. الشيخ بدر، الشيخ بدر. أيضا بلدة سياحية مشتى الحلو، يقال قرأت في أصل التسمية أنها نسبة إلى آل الحلو، ومشتى أيضا أنه هي مركزا شتويا لحفظ بذور ديدان الحرير او دودة الحرير. وهناك راي اخر يقول ان اصل التسميه ارامي. في تسميات الى مدلولات مثل ما حكيت بالحيوانات، بالاضافه للنباتات حيوانات. عندنا بلده الجرجور هي تعني باللغه اعشاش النحل، والمنطقه اشتهرت بزراعه النحل. رأس الخشوفة أيضا في المحافظة هي أيضا لغة هي تعني رأس أبناء الغزلان. ممكن نحكي خربة المعزة قرية. السلورية أيضا بلدة بالمحافظة نسبة بسبب اشتهر سكانها بتربية سمك السلور ضمن بركة كانت بجوار القرية. نعم ست رانيا، يعني بالختام من خلال حديثك يمكن ركزتي بنقطة أنه هيك يقال وممكن هيك يقال وممكن هي تعود إلى، ولكن اليوم نحن كسوريين من مرجعنا
يعني ما بدنا نحن نعرف معلومة يمكن هيك ويمكن هيك ويمكن هيك. تماماً. كيف فينا نحن نثبت هاي الوثائق بختام حديثنا وحضرتك ضمن يمكن المجهود الكبير يلي والدراسات الكتيرة عبر السنين يلي حضرتك قمتي فيها؟ اليوم نحن كيف فينا نعطي هيك على طبق من الماس للسوريين انتوا عرفوا الأسماء مرجعكم هذا هو فقط؟ تماماً. هلا غالبا في تسميات المرجع وحيد على الشيء تماما لا اكيد هلا في تسميات المرجع واحد ومعروف يعني مثل مثلا ذكرنا طرطوس بانياس ولكن في كثير مدن ومنها دمشق يقال في اصل التسميه اكثر من مدلول نتيجه عراقه المكان ولهيك الخوض في اصل التسميات ممتع جدا وصعب جدا لانه في بعض الحالات تتعدد الاحتمالات والفرضيات مرور الحضارات الكبيره تماما وقدم المكان صعب نرجع ولكن في كثير قرى قد يكون اصل التسميه فقط من مثلا من الاهالي او عندنا اكثر من احتمال لهيك يقال مشان ما يكون في جزم باصل التسميه. اكيد المهندسه رامية شمسنين نشكرك على وجودك معنا موضوع جدا جميل ومهم رح نحكي يعني عنه بمحطات صباحية قادمة لمحافظات أخرى نتوسع بأصل التسامي قديش جميل نعرف اسم المنطقة وأصولها وحكاية المنطقة اللي سميت بهيدا الاسم. شكرا كثير لك. شكرا لحضرتكم.